قرشتو ويرجع ليا كلشي. واش فارق ولا دير القرده؟ حنا عارفين بلي القضيه فيها جماعه منظمه، على حسب المعلومات اللي عندنا عندهم قاعده في واحد العماره في هذه المنطقه. راه ما غنشرو والو على هذه القضيه اللي كتهضر عليها. الماضي فات وخا اللي داز ماشي قليل. نسيت قلتي لي لقيتي اللي عاجبك وحتى انت عاجبه. وقبل كما كان للبحر اسم ولا كان للورد اسم ولا كان للشمس اسم ولا كان مرعى ولا كان عشب، وقبلك كل النساء افتراض وكل القصائد كذب، ولو أني لست أحبك أنت فماذا أحب. ما عرفتش نكرا لي، ما بقيتش كالناس مزيان، ولا ناس كنفيق بلي كوشمار وكلي كنترهد. غير سير ما غاديش ندخل للدار اليوم. مبقيتش بغيت نشوفكم برزطاك ولا ليلى دي كوشمار. داك مصطفى ولا غادي يجي للغيستورون، السيد غير حاضيني ما عرفتوش اش باغي. بالاحتمال الوحيد اللي عندنا هزنا فيه المياه. انا فنان تشكيلي وشوف راه ما عندي حتى شي علاقه بالزافير ديال مجيد. وشنو هي العلاقه اللي كتجمعكم نتوما الثلاثه اصلا؟ قطعوا لي حجره جاجيه ما هادي حتى هذا مقطعينهم ليه؟ صافي حصلوا هاد الكلاب هادو شديناهم. باقي هذا مراقب اللي تبعتو الشفر اللي تبعتو. الله اكبر. لا بحال العائلين ديالو تيبقى مرسوم. شنو نقول القراء ديالنا؟ بدون تعليق تحريات عاد بدات.